ننتقل وياكم مشاهدينا مع دخول شهر سبتمبر، اكيد تبدا الاجواء بالكويت تتغير شوي شوي وتصير اجواء رائعه، والجو يبدي يصير اخف والطف مع قرب الخريف، فاكيد هذه الاشياء كلها تاثر على نفسياتنا ايضا. نعم، لكن هالشهر ممكن نشوف فيه تقلبات جويه غير متوقعه مثل امطار رعديه اللي تصير بالصيف. عشان نعرف أكثر عن هالتغيرات ونتكلم عن توقعات الطقس للفترة الجاية، معانا اليوم أكيد مدير إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي. صباح الخير وحياك الله من جديد. الله يحييك، صبح عليكم بالخير على المشاهدين والخير. حياكم الله. أخبار سبتمبر؟ أخبار سبتمبر احنا بنقول هي مثل ما تفضلتي، دائما في شهر سبتمبر عاد تبدأ الحين الجو يتغير بشكل عام، التقلبات المفاجئة. التقلبات احنا في بدايتها، احنا عندنا فترتين انتقاليتين بالسنه، فتره السرايات اللي هي شهر 3 و4 و5 او شهر 4 و5، والفتره اللي احنا الحين فيها بدايتها يعني في يعني مع الاقبال الوسم الشهر الجاي وشهر 11 هاي تعتبر فترات انتقاليه. الى الان ما دخلنا بموسم المطر الطبيعي لدوله الكويت، ولكن ما نستبعد ان تتشكل بعض السحب اللي نسميها امطار صيف. احنا القاعده تقول متى ما توفرت العناصر توفرت الظاهرة، فإحنا شفنا أسبوع الماضية واللي قبلها تقريبا في أمطار صارت في المناطق الشمالية، وإحنا هذا غير مستبعد، خاصة أن بداية الأسبوع الجاي راح تكون شوية أجواء رطبة، راح تكون في بعض العناصر متوفرة لتكون السحب الممطرة، ولكن لا تزال درجات الحرارة مرتفعة، لا تزال نفقد بعض العناصر في طبقات الجو العليا، هذا اللي قلل أو ضعف الفرص. نعم. ولكن إحنا راح نلاحظ يعني خلال ابتداء من هالأيام هذه تغيرات بالطقس خاصة في درجات الحرارة. أستاذ عبد العزيز، لما تقول عناصر، عناصر تكون سحب أو تكون أمطار رعدية، العناصر هذه مثل شنو؟ الضغط مثلا، حركة السحب، شنو اللي يكون أمطار رعدية؟ كل ظاهرة جوية تتكون من عدة عناصر. الأمطار تتكون تحتاج أول شيء فروق في درجات الحرارة، يعني فرق ما بين درجات الحرارة على سطح الأرض وعلى طبقات الجو العليا، يعني خلينا نتكلم بحدود 5-6 كيلو. إذا كان في فرق بالتبريد أن درجات حرارة منخفضة جدا في طبقة 5 كيلو، هني تساهم في تكثيف بخار الماء اللي يطلع، فتتكون شنو؟ السحب. كذلك الرطوبة النسبية، لازم تتوفر رطوبة نسبية كاملة لتكون هذه السحب في طبقة 700 ملي بار اللي تقريبا على ارتفاع 3 كيلو من سطح الأرض. كذلك المنخفض الجوي، ان احنا شلون يصعد الهواء الدافي؟ لازم في طاقة صعدة، يكون في منخفض جوي، لان المنخفض الجوي الهواء الحار يكون خفيف مقارنة مع الهواء البارد فيصعد. هذا اللي نسميه احنا الداينامكال ريزن. في اسباب اخرى مثل الاجبال، احنا ما عندنا اجبال بالكويت تسبب به رفع الهواء. فهذه العناصر الطقس اللي تتوفر، توفرت هذه العناصر توفرت الظاهرة. نعم. ما ادري، احنا نشوف أمطار كذي خفيفة ورعدية ما نبي، إحنا نبي أمطار نبي باردة تفرح القلب ديمة بالضبط. يعني نقدر نتوقع هالأمطار أو الديمة خلال شهر سبتمبر ولا شوي عقب؟ والله شوفي، إحنا أنت تو الناس مستعيلة، كنا مستعيلة أستاذ عبد العزيز، لأن أستاذ عبد العزيز قال في يعني فرصة حق أمطار خفيفة. يوم السبت كانت في فرصة بس بدت تقل الفرصة، وأيضا إن وجدت تصير مثل السراية اللي بو 10 دقائق، هذا اللي امطار صيف. حلوين هذول نوف، يعني شوفي حلوين بس على السياره روحي غسليها من اول و... ويديد. الديمه متى؟ الديمه هي دائما، الديمه معروفه هي من الانظمه الشتويه. نعم. خاصه ابتداء من شهر 1 او 12 و1 و2 تصير الامطار الديمه، لانها نوع من انواع السحب اللي نسميه احنا النمبوس راتس، اللي يمتد على تقريبا يوصل امتداده لاكثر من 200 كيلو. فهذا اللي يخلي الديمة تستمر يوم ويومين وثلاثة، لأن السحاب المسطحي اللي يمتد لأكثر من 200 كيلو. فهذه دائما تتميز فيها الأنظمة الشتوية الممطرة، يعني نحن دائما نترقبها من شهر 12 و1 و2. احنا مترقبين نسمع شلون بيكون الجو في إجازة نهاية الأسبوع مثل ما عودنا أستاذ عبد العزيز،
وكنا قاعد ندردش انا وزملائي اليوم نقول انه والله بدا الجو يعني يتغير بشكل ملحوظ للافضل، وكنا قاعد ندردش معاك تحت الهواء واتفقنا انه فعلا الجو بدت تنخفض درجه الحراره. لكن اذا تقول لنا عن الويكند نهايه الاسبوع، استاذ عبد العزيز فجر قاعد تقول لك يعني تسوي رياضه، رياضه المشي تمارسها في المجمعات ولا تقدر انها تطلع تمارس رياضه المشي هالويكند برا؟ يعني هذا القياس. عقب العشاء، عقب العشاء ترى برا الجو مناسب كل ما تاخر الوقت. نعم. وخفت انا يعني انا ملاحظاتي البسيطه، فيا ريت تعطينا الملاحظات العلميه يعني. نعم. الرطوبه خفت، الغبار خف هالاسبوع الحمد لله، لكن هل راح يستمر معنا هالشيء في الويكند؟ والله احنا دائما يعني في يعني شهر 9 تبدا درجات الحراره تقل، وراح نلاحظها اكثر خاصه بالليل. بالنسبة حق الويكند يعني احنا سجلنا اليوم درجة الحرارة الصغرى في المناطق الصحراوية 24، يعني كان جو جدا معتدل وزين. المناطق السكنية تفاوتت ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية. المتوقع في عطلة نهاية هذا الأسبوع الأجواء جدا مناسبة للأنشطة الخارجية، الأنشطة البحرية. اليوم في شوية هواء بس من العصر تقريبا يعش الشمال، تبدأ الرياح تكون معتدلة. ايضا درجات الحراره احنا متوقعين يعني راح تكون في نهايه العشرينات وبدايه الثلاثينات بالنسبه حق الصغرى. العظمى للحين في يعني في حر شوي بالنهار، يعني ما بين 42 الى 45 درجه مئويه. ال- 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 الانشطه الرياضيه يعني من بعد 9 بالليل 10 بالليل تكون مناسبه، يبدا شوي تعدل الجو اكثر. يعني نبدي نمشي برا. اي تبدين تمشين برا من بعد 9 10 بالليل تكون شوي معتدله الاجواء. استاذ عبد العزيز اهم شيء واللي دائما يقلقنا في كل ويكند، غبار ان شاء الله ما في؟ غبار ان شاء الله ما في، هو بس حلو. الفرصه اليوم في بعض المناطق الصحراويه بس ان شاء الله يعني المناطق السكنيه ومعظم المناطق ما فيها ان شاء الله غبار. الحمد لله نعمه. نعم. نعمه. انا عندي حار برد مو مشكله، اهم شيء بس الغبار. الغبار يجيب معاه الامراض الموسميه مثل صحيح. ما كنا قاعد نقول في بدايه حلقتنا. طبعا كل الشكر لك استاذ عبد العزيز، واكيد راح نشوفك الاسبوع الجاي باذن الله.